تزور ببذل الخير والإحسان وتصنع من عطاياها حياة تحتوي الإنسان لتمسح عن يتيم ما رأى من قسوة الأعوام وتسند ظهر أرملة تعاني شدة الأيام لتمسح عن يتيم ما رأى من قسوة الأعوام وتسند ظهر أرملة. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ رحلتنا لجمهورية قرغيزستان بزيارة مستشفيات أهل الكويت المتبرعين الكرام ومستشفى الأخوي الفاضل عبد الله البحر، أسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويسكن فسيح جناته، ومستشفى سرطان الكويت للأطفال يتبرع فيه أهل الكويت الكرام، وأيضا مستشفى الأذن والأنف والحنجرة والعيون اللي تبرع فيه الأمانة العامة للأوقاف. اليوم هذه الزيارة توضح لنا إيش العمل داخل هذه المستشفيات وإيش الإمكانيات المتواجدة داخل هذه المستشفيات، ونشوف المرضى نسأل الله عز وجل أن يشافيهم ويعافيهم شلون يتلقون العلاج داخل هذه المستشفيات. عطايانا بفضل الله بالملهوف طوق نجاة، أدام الله موطننا لنصنع بالعطاء صفا. كويت الجود كم تزهور ببذل الخير والإحسان وتصنع من عطاياها حياة تحتوي الإنسان لتمسح عن يتيم ما مستشفى عبد الله عبد العزيز البحر، ما شاء الله تبارك الله، كثافة سكانية داخل هذا المستشفى يخدم كل الجمهورية، لو قلنا جلال آباد، أوش، أروان، باتكن، بشكيك، تكمك، كل الجمهورية. يعني لو نلاحظ نجد أن 2000 مريض يزور هذا المستشفى خلال 5 أيام اللي هي أسبوع تقريبا، السبت والأحد عطلة، فيزور في 5 أيام 2000 مريض. يعني لو قلنا بالشهر اللي هو 20 يوم تقريبا، أيضا نجد أن ما يقارب 8000 مريض يزور هذا المستشفى، نحسبها بالسنة أيضا أكثر وأكثر. تمسح عن يتيم ما رأى من قسوة الأعوام وتسند ظهر أرملة تعاني شدة الأيام وتنشر في الورى ملا وتجلو وطاة الآلام. كويت الجود كم تزهو. اليوم هذه المستشفيات الناس بحاجة لها، بحاجة لمستشفيات تقنية، مستشفيات جديدة، مستشفيات فيها دكاترة وأطباء متمرسين وأيضا لهم خبرة داخل هذه المستشفيات. يعني مهما نشكر أخواني وأخواتي المتبرعين داخل دولة الكويت الحبيبة، إلا إحنا مقصرين من ناحيتهم. والله الواحد يفخر ويسعد لما يجد هذه المستشفيات ويجد المراجعين داخل هذه المستشفيات. عطايانا بفضل الله للملهوف طوق نجاة، أدام الله موطننا لنصنع بالعطاء حياة. كويت الجود كم تزهو ببذل الخير والإحسان
فتصنع من عطاياها. مثل ما أنتم شايفين أخواني وأخواتي، هذه غرفة السونار. عندهم في هذا المستشفى 3 غرف، والموظفين أو الدكاترة يشتغلون على هذه الأجهزة على فترتين، فترة الصباحية والمسائية. يقولون ما نوقف من كثر الناس المحتاجة للسونار. واليوم هذا الطفل احنا دخلنا لقينا هذا الطفل أيضا ياخذ سونار في هذه الغرفة. اليوم جزاهم الله خير الدكاترة أو الدكتورات، يعني حريصين على علاج ومتابعة هؤلاء المرضى. اليوم بفضل الله عز وجل ثم بفضلكم أخواني وأخواتي المساهمين وجدوا ما ينقذهم بعد الله عز وجل. وجدوا هذا المستشفى الكبير اللي يتعالج فيه آلاف المرضى خلال السنة. لما أقول آلاف ما أبالغ حقيقة، لكن هذه الحقيقة آلاف يتعالج المرضى داخل هذا المستشفى. وجدنا الزحمة، وجدنا الناس تنتظر دور. أنا بالحقيقة يعني رأيت في هذا المستشفى كثافة من المرضى. أزور هذا المستشفى بين فترة وفترة وأجد المرضى بكثافة. اليوم وجدنا ورأينا الدور، وجدنا الناس تنتظر يدخلون على الدكاترة أو الدكتورات ليأخذوا علاجهم أو يأخذوا الفحص داخل هذه الغرف، وهي عدة تخصصات متنوعة، يعني ما أستطيع أني أحصيها، لكن كثيرة التخصصات داخل هذا المستشفى. وتنهض بالفقير إلى دروب معيشة أفضل، فتشرق من صنائعها شموسا للعدل أجمل. وتنهض بالفقير إلى دروب معيشة أفضل، فتشرق من صنائعها شموسا للعدل أجمل. ففي أفعالها تبغي رضا الرحمن عز وجل. والله أنا يعني أعجز لشكر هؤلاء الأطباء ووقوفهم في هذا المستشفى. الحقيقة خلية نحل داخل هذا المستشفى. اليوم هؤلاء الأطباء أو الطبيبات بذلوا مجهود كبير في هذا المستشفى، وما كنت أتوقع في البداية أن يكون بهذا العدد داخل هذا المستشفى. فيه 38 عيادة في المستشفى هذا، لكن ينقص بعض الأجهزة اللي هم محتاجينها، وخاصة أن الأطفال بحاجة للعلاج داخل هذه الجمهورية. يا أخواني وأخواتي، نحتاج منكم أيضا بعض التبرعات لأخوانكم أو أطفالكم داخل هذا المستشفى. اليوم الأطباء مجتهدين ويراعون الأطفال ويعالجون الأطفال، لكن لما تنقص بعض الأجهزة البسيطة يتوقفون عن العلاج. فنحتاج منكم أخواني وأخواتي لو الشيء البسيط، ونتبرع لهذا المستشفى المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يأجر المتبرع وأيضا المتبرعين والدالين على الخير. ملهوف طوق نجا أدام الله موطننا، لنصنع بالعطاء صفا كويت الجود كم تزهو ببذل الخير والإحسان، فتصنع من عطاياها حياة تحتوي الإنسان، لتمسح عن يتيم مال.